اهلا، السلام عليكم حبيباتي، لاباس عليكم؟ كيف دايره لويزا ديالي؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار. دونك مع فيديو جديده ان شاء الله، وغادي نهرسوا الروتين ديال الشقاء وتماره والطياب وداكشي بواحد الروتين اللي لينايا بالبشره وكذلك الشعر ديالنا. وغادي نتشارك معكم الوصفات اللي كندير حاليا، بما ان الشعر ديالي ديجا هو متضرر. راكم عارفين بالصباغه يعني الشعر كينشف وبزاف ديال الحاجات. دونك غنقاسم معكم واحد الوصفه اللي صراحه زوينه بزاف، اللي فيها زيت ديال الكوكو، وفيها دانون مسوس يغورت طبيعي، وفيها المايونيز. بالنسبه للمايونيز البنات، هذه لا تعقلوا، كنت خديتها من ميركادونا وما كنتش قريت فيها بان راه فيها الكحول، والبنات هما اللي قالوها لي، وشكرا بزاف من هذا المنبر. وكنت عاود من بعد فاش قلت لهم غادي نلوحها، قالوا لي لا ما تلوحيهاش، خليها غادي تصلح هكا الوصفات هكا ديال الشعر. وبصح دابا عاد استعملتها، حيت مولفه كندير مايونيز غير كنخدمها غير بيدي، دونك هذه خليتها باش هكا نخدم بها. دونك هذه الوصفه زوينه بزاف بزاف بزاف. البنات اللي شعرهم مصبوغ يديروا هذه الوصفه، هذه اللي كيكون الشعر مصبوغ كيكون متضرر متقصف جاف وبزاف د الحاجات. وبالنسبه للشعر اللي ما مصبوغش غير عندها متقصف وجاف وداكشي وما مصبوغش، بدل الزيت ديال الكوكو بزيت الزيتون، لان زيت الزيتون ما كيصلحش للشعر اللي كيكون مصبوغ، كيزيد يقصفو. دونك اللي مصبوغ دير زيت الكوكو، واللي ما مصبوغش عندها شعر ناتوريل دير زيت الزيتون، لان هذه الوصفه خطيره وزوينه بزاف بزاف بزاف. اما بالنسبه للمقشر اللي غادي نستعمل للبشره ديالي، قبل ما نوضع اي ماسك ضروري يكون مقشرنا البشره ديالنا. وهذا المقشر هو مقشر طبيعي، كيزول الخلايا الميته وكيحفز النمو ديال الخلايا الجديده، وحتى الشفتين ديالنا كياخذ واحد اللون اللي هو كياخذ واحد اللون اللي هو وردي ومشرق، فهمتوا؟ هذا الماسك هذا الكوماج هذا او هذا المقشر طبيعي وسهل، هو غير سنيده، حاولوا انك تكون عندكم داك سنيده اللي كيكون لونها بني، حيت ما كتكونش حرشه بزاف على البشره ديالنا. اولا ديروا سنيده اللي كتكون رقيقه، ما ديروش السنيده الغليظه، يعني ديروا غير الكميه دائما اللي غادي تستعملوا مع شي شويش ديال زيت الزيتون. وبالنسبه للقماش بامكانكم تستعملوا، كاين عده قماشات، يعني بامكانكم تستعملوا اي قماش بغيتوا، فهذا كيعطي واحد الرطوبه للبشره اللي كتكون جافه. اما اللي البشره ديالها يعني دهنيه وداكشي، تستعمل القماش الطبيعي اللي دائما هي كتستعمله. ولكن بالنسبه لهذا البشره الجافه زوين بزاف بزاف بزاف.
اما بالنسبه للماسك اللي غادي نستعملوه فهو هو كذلك ماسك اللي هو طبيعي، وبالنسبه للبنات لهذا الماسك هذا فاحنا كيف ما عارفين فصل الربيع خاصنا تكون عندنا واحد البشره اللي هي مشرقه وفيها واحد اللمعان وتكون صحيه، ويكون ما بقاش فيها هذاك داك القشور اللي كتكون على البشره ديالنا. فبالنسبه لهذا الماسك هذا كيعطيها واحد المعه واحد التغذيه صحيه وكتبان بانها ممتعوباش وداك الشيء، وخصوصا انا يا البنات في هاد التمارين ما كتبش عليكم فريمون سمحت فراسي. دونك بالنسبه لهذا الماسك هذا زوين بزاف، اللي فيه فقط الفاكهه ديال التفاح، تاخذوا غير واحد طريف صغيره ما كاملش حتى النص ديال الربع، غادي تحكوه وغادي تاخذوه وغتاخذوا العسل اللي غادي يكون طبيعي، او ليلى من الاحسن يكون عندكم عسل الحر، انا استعملت غير هذا حيت هذا بيو. بالنسبه هادو جوج مكونات، وبالنسبه دائما لهذاك يعني لهاد المكونات نتوما تاخذوا غير اللي غادي يكفيكم باش ما يشدش عليكم وتلوحوه. كيف ما كتشوفوا من الاحسن من تجيو توضعوه وضعوه بواحد القطينه باش هكا يثبت فوق البشره، حيت كيكون هو شي شويش سائل كي ما كيرصاش على البشره ديالنا. بالنسبه لهاد المكونات هادو الفواكه كامله كتحتوي بزاف على بزاف ديال الفيتامين والمعادن اللي كتفيدنا سواء كان في الجسم ديالنا او على البشره ديالنا. التفاح زوين حيت كيعطينا واحد النظره ديال الوجه، كيحارب داك التجاعيد، ومزيان حتى الهالات السوداء والانتفاخات اللي كيكونوا في اسفل ديال العينين. فيه الفيتامين ا، معروف هو بلا فيتامين ا، يعني زوين بزاف. وكيساعدنا باش ما نتحرقوش من الشمس وضد الاشعه ديال الشمس، المهم قراو عليه راه فيه بزاف ديال المنافع زوينين بزاف. وبالنسبه للعسل حتى هو راه معروف وغني، يعني شنقول لكم هو واحد المضاد الحيوي طبيعي وغني بالفيتامينات، منهم الفيتامين سي، منهم الحديد، الكالسيوم، وكيقضي على بزاف ديال المشاكل اللي عندها في البشره سواء البشره الدهنيه ولا البشره الجافه، يعني هو كيمشي مع جميع انواع البشره. بالنسبه للبشره الحساسه ما كنهضرش عليهم لان كل واحد كيكون عنده هكا شي حاجه اللي حساس منها، دائما اللي عنده البشره حساسه حتى يجرب في واحد المنطقه داك الساعات الا ما دار له حتى شي تهيجات البشره ولا شي حاجه عادي يستعمل هذاك الماسك. وهو كيقلل حتى على ظهور التجاعيد وكيعطينا واحد الاشراقه للبشره، مهم حتى هو زوين بزاف. وهذا الماسك هذا كامل كنتمنى انكم ديروا لينا فريمون زوين بزاف. هنايا من بعد ما دازت فقط ربع ساعه غادي اولا 10 ديال الدقائق، يعني ما تفوتوش ما بين 10 حتى ربع ساعه ما تفوتوهاش، وسيروا وصلوا البشره ديالكم فقط بالماء اللي كيكون بارد، ما تستعملوش الماء الدافئ. ومن بعد ما غسلت الوجه ديالي وداك الشيء بغيتو تمسحوا بواحد التونر ديال الماء ورد اولا التونر اللي كتستعملوا بامكانكم تمسحوا به. ومن بعد غادي نتقاسم معكم الكريم اللي دائما كتسولوني عليه شنو كندير. ففقط البنات انا ما كنستعملش بزاف ديال المكونات اولا بزاف ديال الكريمات اللي هذا ضد التجاعيد، هذا ضد مثلا ليطاش بغون اولا، مهم راكم عارفين انا كنستعمل فقط الكريم اللي كيرطب البشره فقط في البرد، في الايامات ديال البرد وداك الشيء فقط كنستعمل المرطب البشره اللي عادي كيعطيها واحد النضاره وكيغذيها من داك باش ما يتكونوليش فيهم داك القشيرات وتبان عندي واحد البشره بحال الا مسخه ولا شي حاجه. يعني ما كنستعملش واحد الكريم اللي ضد التجاعيد وهذا وهذا، وفريمون خاصني نبداهم. كنستعمل هذاك ديال باليا اللي شفتوه وكنت خديته كيدير يلا واحد 25 درهم، يعني جوج ديال الاورونس 25 درهم باش كنت خديته من دي ام. وبالنسبه لتحت من العينين ديالي كنستعمل هادوك لي كابسول اللي غادي يبانوا لكم، اللي بانوا لكم دابا حتى هما ما غاليينش بزاف كيديروا يلا شي اورو، كنستعملهم تحت من العينين ديالي لان حتى هما كيعطيهم واحد ما كيبانوش بانهم فاتيغي، مع خصوصا دابا عندي تحت من العينين بحال راهم منفوخين بقوه التماره والعيا اللي دازت عليا، وليت كنحس بهذيك التماره كترجع عليا فريمون.
دونك هادو هما جوج ديال الحوايج اللي كنستعمل. ما كنستعملش شي حاجه ميكاكون خارجه ولا هذا، راه كنستعمل ليكرون فقط، يعني ما كنستعملش بزاف الحاجات. يعني كاين ماسكات طبيعيه، كنحاول انني ندير ماسكات اللي كيكونوا موجودين، مي ما كيكونش عندي هكا الوقت فاش عاد ندير شي وصفه طبيعيه، ولكن راه ما كاينش محسن من الوصفات الطبيعيه، لان ديجا هادو كيتخدموا من مواد طبيعيه، حتى هما كيقولوا مستخلص من اللوز او مستخلص من الارغان، فهمتوا؟ يعني حتى هما راهم كياخذوهم من تما. دونك هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو، نتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. نقول لكم دعموني بلايك ديالكم وتهلاو في راسكم، تتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو ديال غدا. السلام عليكم.